يموتون والصغار ينسون. تسقط هذه المقولة الصهيونية اليوم سقوطا مدويا، فبعد 70 عاما من المجازر والتشريد والنكبات المتتالية يقول الفلسطيني: أنا عائد. إلى عتليت، هذه القرية الساحلية المهجرة، عاد آلاف الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48. هم يحيون ذكرى نكبتهم 70 تحديدا في هذا اليوم، يوم احتفال إسرائيل بما تسميه عيد استقلالها. اختيارنا لقرية عتليت هو لسببين. أولا، الدعاية والرواية الإسرائيلية كانت تقول أن الساحل الفلسطيني لم يكن مأهول ولم يكن هناك شعب فلسطيني في الداخل الفلسطيني، لضحك هذه الرواية ولإثبات أن هذه الأرض كان عليها أهل، تم تهجيرهم إلى العراق وإلى مخيماتنا في الضفة وإلى الشتات عمليا هي فينيقية كنعانية. في القرن 19 كانت كل هذه المنطقة الواقعة بين حيفا والخضيرة تسمى ساحل عتليت، وعتليت كانت مركزها. بفترة الانتداب كانت قرية اعتاشت على استخراج الملح كما قلت طيلة الفترة، وقرية اعتاشت أيضا على الصيد. الآلاف ساروا تحت الراية الفلسطينية في مسيرة العودة 21 التي تنظمها سنويا جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين. أكثر من 500 قرية هجرت ودمرت خلال النكبة وبعدها، ونحو 500,000 مهجر يعيشون هنا على مقربة من قراهم الأصلية، لكن الاحتلال يمنعهم من العيش فيها. والله جينا عشان نكمل بمشوار اللي أخذناه من أهلنا وأهلنا أخذناه من جدودنا، عشان نكمل بمسيرة العودة وعشان ظل عندنا الأمل إنه رح نعود شي يوم. وعن هذه التظاهرة الوطنية التي يحيي الفلسطينيون فيها ذاكرتهم وتراثهم وحقوقهم الثابتة، لم تغب قضية الأسرى ولا القدس ولا من تتصدر المواجهة الفلسطينية اليوم، غزة المحاصرة. هناء محاميد، قرية عتليت المهجرة في قضاء حيفا، الميادين.